ام وائل، ام وائل ديمقراط انت يا رجا؟ ام وائل السلام عليكم. سلام. يا شيخ حسين كيف حالك؟ بخير باذن الله. الله ينصر المسلمين وينصرك باذن الله. امين. الله ينصر الحق. امري شيخ حسين، اسمح لي ان كنت لا اتكلم العربيه جيدا. خذي راحتك اختي، خذي راحتك. شيخ حسين، انا اريد نصيحه ومتكل على الله سبحانه وتعالى. احكي لك قصتي مختصره. نعم. انا كنت متزوجه من 10 سنين. نعم. وعندي ولدين. نعم. وتطلقت من عام. نعم. المشاكل بيني وبين زوجي كانت مشاكل معاملة. نعم. لا أريد أن أكذب نفسها. زين أكذب. كل شيء. من وقت قليل جاء الشخص يخطبني. نعم. شخص ليس مسلم ولكنه يريد الإسلام. نعم. وشخص أحبني فعلا لأخلاقي لديني. زين. المهم. أنا نيتي تكلمت مع زوجي السابق وقلت له، قلت له طليقك لا من الزوج، طليقي. إيه. طليقي. إيه. فكانت كأنها الصاعقة، ندم ندما كثيرا. أنت أصلا ليه تكلمينه؟ والله يا شيخ بنيتي، لأني قلت لأن هذا الشخص سوف يعيش مع أولاده. ما يخصه أختي، ما له علاقة. نعم. رجل أجنبي يريد عياله، في محكمة، في قانون، حق حضانة، أصلح أنا أو هو يصلحه. هو ما. نعم. هو لي امرك الو انا بريد اتزوج، شو رايك؟ لا ما تتزوج ان شاء الله طويل العمر. ما يصير. كملي. نعم. كملي كملي يا شيخ. ندم كثيرا. هي. كلم اهلي، قال بان هذا الطلاق كان بلاء ويريد ان يرجعني. زين. والله يا شيخ يكلمني كل يوم. الشور عندك؟ لا والله لا اعلم ماذا افعل. اريد نصيحه يا شيخ. الشور عندك انت، شو تشوفين؟ أنا اسمعي اسمعي أنا اسمعي. لا أريد. وش اسمك؟ دقيقة، وش اسمك؟ منيا. منيا اسمعي يا أم. يا منيا أو أم وائل، إذا أنا قلت لك لا ارجعي والبيت وكذا، إذا ضربك وكسر راسك وطردك برا البيت، أنا ما أقول لك تعال نامي عند الوالدة، خواتي ينتظرونك، ولا أدري عنك، وأصلا رقمي ما هو عندك، ولو. نعم. اتصلتي المسافة بعيدة صح؟ فلا. نعم. تأخذين رأيي، وانسي رأي، اسمعي دقيقة. نعم. وانسي رأي الشرع، لأنه الشرع أعطاك الخيار. الحين أجنبية ومطلقة وانتهت العدة صح؟ فالشرع. نعم. أعطاك الإيجاب والقبول، يعني عندك أنت، ما لا تدخلين مشايخ الدين. أنت شو شفتي بحياتك السابقة؟ هل ترين هذا الرجل فعلا بتوب وبرجع وبكرمني؟ اتخذي قرارك، ولا أخذ هذا الرجال بسلم صح ولا لا؟ الثاني يريد الاستسلام. يريد الاسلام مو الاستسلام. اسلام اسلام يريد انتهى الإسلام. انت اذا هو مسلم وهذا مسلم، هذا طليقي وعرفت شو كيف عشت معه، وهذا ما ادري. انت استخير واختاري قرارك، لا تخلين حد يختار عنك. تدري لماذا اغلب مشاكلنا في الزواج تاتي طلاق وكذا؟ لانه جعلنا وكلاء يختارون عنا. نعم يا شيخ. أنا أستخير، وأنا أخاف، أنا لا أريد أن أظلم أحدا. نعم. هذا الشخص أحبني لأخلاقي وديني، وطليقي ندما كثيرا، وأقول إن الله غفور رحيم. لا أعلم ماذا أفعل. أنا ما لي علاقة وأنا لا أعلم ماذا أقول لك. إذا أنت التي عشت الأجواء ما عرفتي تريد. اسمعي، المشايخ ورجل الدين ما يضرب في الأرض ويعرف الأنباء، وأنا لا أملك حصى موسى للتغيير. أنت لا تأخذون فكرة إن أنا أقول لك افعلي كذا خلاص أنت عطو حياتك 100%، والله أخذت فتوى من وسيم وقال لي ارجع لك أو ما ترجع لك. ما أعطيك الفتوى، لأن أولا ما تخص الدين هذا الأمر أبدا. نعم. هذا يخص حياتك. نعم. وتجربتك. يعني مثل إنسان، بسألك سؤال الحين، اسمع، انا والله اشتريت سياره بي ام مرسيدس، البي ام كذا والسياره، شو رايك يا شيخ وسيم شو اشتري؟ شو دراني؟ انت احكم وانت سوي صح. مع فارق التشبيه، امراه تقول انا تزوجت فلان طلقني لانه كان يضربني، والان تقدم لي رجال خلق ودين، هذا الان يقول لي ارجعي انا اسف، وهذا يريدني لديني واخلاقي، شو اسوي؟ ما اعرف. قرار عندك، لا تحملون رجال الدين قرار. أنتوا حملتوا مشايخ الدين قرار حياتكم، حملتوا مشايخ الدين قرار طلاقكم، حملتوا مشايخ الدين قرار دخولكم الجنة. الجنة أنتم حملتونا مسؤوليتها، فلهذا خذي قرارك بنفسك ولا تتصلين أحد. علمتي؟ علمت. اقتنعتي؟ شكرا. اقتنعت. أحسنتي، أشكرك. شكرا. مرحبا.